عايز تعمل زرار مثلا، فالزرار بتاع اللي هو بالانجليزي بوتن، فادي هنا تاج وبوتن. لو عايز البوتن ده يكون على قد اللي جواه، يبقى هنا الويث هيكون راك كونتنت ولا ماتش بيرنت. راب كونتنت جميل. والهايت عايزه يكون على قد اللي جواه. راب كونتنت بالظبط. فهتلاقي ان عندك هنا ايه البوتن ده. طب حد يقول لي طب ازاي البوتن بقى حجمه كده وانا اصلا لسه ما عملتش جواه اي حاجه؟ هو باي ديفولت بيكون لي حجم كده، يعني ده المينيمم سايز بتاعه. اوكي، فلو عايز اكتب دلوقتي كلام بقى جوه البوتن، يعني زي ما شفت طبعا بوتن مثلا مكتوب فيه لوجن، مكتوب فيه ساين اب، مكتوب فيه اي هالو. فلو انت عايز تكتب كلام جوه البوتن يبقى الاتريبيوت بتاعنا اللي هو مين؟ تكست. بالظبط. فعندي هنا التكست واقول له مثلا هنا ايا كان حاجه زي هالو. اوكي، دي كده اخر حاجه عندنا ممكن تعملوها اللي هي البوتن.